الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية. مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يقول إن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه الوحشي على أنحاء قطاع غزة وإطلاق نار كثيف في المنطقة الغربية من مدينة رفح. الثانية عشرة ظهرا بتوقيت القاهرة، موعد نشرة إخبارية شاملة من النيل للأخبار. أهلا بكم. أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي خلال استقباله نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية تيودورو نجيما حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وخلال استقباله لرئيسة بنك التنمية ديلما روسيف، أعرب الرئيس السيسي عن اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد نيودورو ناجيما أبيانج مانج نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والوفد الوزاري المرافق له الذي يضم وزراء الخارجية والأمن والصحة والزراعة، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية. ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن نائب رئيس غينيا الاستوائية استهل اللقاء بتسليم رسالة من الرئيس أوبيانغ ناجيما رئيس غينيا الاستوائية، تضمنت الإعراب عن تقديره البالغ لمصر والسيد الرئيس وتوجيه الدعوة لسيادته لزيارة غينيا الاستوائية، وهو ما ثمنه السيد الرئيس مرحبا بإتمام الزيارة في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القنوات الدبلوماسية، ومؤكدا حرص مصر على مساندة جهود حكومة غينيا الاستوائية لتحقيق التنمية ومواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وقد استعرض نائب رئيس غينيا الاستوائية في هذا الإطار مجريات زيارته لمصر التي التقى خلالها السيد رئيس مجلس الوزراء وعددا من الوزراء لبحث سبل دفع التعاون الاقتصادي والارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين، مشيدا بما شاهده من تقدم تنموي لافت في مصر بشكل يمثل إضافة حقيقية وملموسة لقدرات وإمكانيات القارة الإفريقية. وفي هذا الإطار أكد السيد الرئيس التزام مصر الكامل بمواصلة تعميق جميع أطر التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى الفرص الواعدة لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح للشركات المصرية العمل في المجالات ذات الأولوية لغينيا الاستوائية، وعلى رأسها قطاعات البنية التحتية وإنشاء المدن وتجمعات العمرانية والطاقة والنقل والصحة والدواء. حيث أعرب نائب الرئيس الغيني في هذا الصدد عن التطلع لنقل الخبرة المصرية المتميزة والمشهود لها عالميا في القضاء على التهاب الكبد فيروس سي. كما تناول اللقاء الأوضاع القارية والإقليمية، حيث ثمن السيد الرئيس مواقف غينيا الاستوائية الداعمة للقضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار بقطاع غزة. كما تم تبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع بالقارة الإفريقية وجهود تعزيز السلم والأمن القاريين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة في القارة. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد والوفد المرافق لها، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور محمد معيط وزير المالية. تناول اللقاء استعرض مسار العلاقات بين مصر والبنك الذي يعد الذراع الاقتصادية لتجمع بريكس، حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد اعتزاز مصر باستضافة الملتقى الدولي الأول للبنك الذي يعقد حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة وهو الأول من نوعه للدول أعضاء البنك، مشيرا إلى أهمية الملتقى ودوره في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية والتعريف بآليات دعم القطاع الخاص ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع بريكس المؤسسين والجدد. وقد أكد السيد الرئيس محددات رؤية مصر حول أهمية شراكات الجنوب-جنوب في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، مشيرا إلى تطلع مصر لمتابعة الخطط المستقبلية للبنك لا سيما بشأن ما يوفره من الآليات المبتكرة والضمانات والدعم الفني الذي يتيحه للقطاعين الحكومي والخاص
في إطار دوره الأوسع في المساهمة في إصلاح الهيكل المالي العالمي لإقامة بيئة دولية داعمة للاقتصادات الناشئة والدول النامية. من جانبها أكدت رئيسة بنك التنمية الجديد تقديرها لانضمام مصر إلى البنك واستضافتها للملتقى، مشيرة إلى حرص البنك على العمل المشترك مع مصر للقيام بدور فعال في مساندة الدول الأعضاء وكذا الدول النامية بشكل عام، بما يدعم جهود تحسين النظام الاقتصادي العالمي ليصبح أكثر عدالة ودعما لجهود التنمية. كما أشادت بتجربة مصر التنموية الناجحة، منوهة في هذا الشأن إلى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرا، ومشيرة إلى اهتمامها الكبير بالجهد الذي بذلته الدولة المصرية لتطوير المناطق غير الآمنة وتوفير مناطق آمنة ومخططة وحضارية بديلة، مما أسفر عن تطور إيجابي ملموس في حياة ومستوى معيشة الملايين من الفئات الأكثر احتياجا. قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض إن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر في قطاع غزة، وإن الهدف هو سد الفجوة بين الطرفين والتوصل إلى اتفاق قريبا. تصريحات سوليفان جاءت على هامش اجتماع زعماء مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، حيث أشار إلى أنه يتعين على العالم تشجيع حماس على قبول الاقتراح وتجنب الجمود. أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عقب لقائه مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن في ختام جولة شرق أوسطية أنه ماض في جهوده الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 8 أشهر في غزة. ولفت بلينكين إلى أن هناك إمكانا لسد الفجوات بين حركة حماس وإسرائيل. نعمل مع الشركاء في المنطقة للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة. التوصل إلى هدنة في قطاع غزة لا يزال ممكنا. لقد رجعنا الاقتراحات التي قدمتها حماس، بعضها قابل للتنفيذ والبعض الآخر ليس كذلك. نحن مصممون على محاولة سد الفجوات. هذا لا يعني أنه سيتم جسر هذه الفجوات، لأنه في نهاية المطاف على حماس أن تقرر. كلما طال أمد ذلك ازداد عدد الأشخاص الذين سيعانون، وحان الوقت لوقف المساومات. من جانبه قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير خارجية قطر إن مصر وقطر والولايات المتحدة ملتزمون بالشراكة من أجل إنهاء الحرب في غزة وتبادل الرهائن. نحن نحاول الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهي عملية طويلة في الحقيقة ومحبطة أحيانا. سلوك الطرفين يسير ضد هذه الجهود. نحن نبذل كل ما في وسعنا باعتبار أنفسنا شركاء في هذا الصراع، وما نهدف إليه هو رفع المعاناة عن الناس في قطاع غزة. بدورها أكدت حركة حماس أنها أبدت في جميع مراحل مفاوضات وقف العدوان الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شامل ومرض لوقف إطلاق النار في غزة. وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية بتوجيه الضغط إلى حكومة إسرائيل للقبول باتفاق من شأنه أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وأشارت حركة حماس إلى أن التعديلات التي طالبت بإجرائها على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمته واشنطن ليست كبيرة، وتشمل الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة. قال السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة لقناة النيل للأخبار إن قبول الجامعة العربية قرار 2735 الصادر عن مجلس الأمن الدولي يعود إلى أنه يستند إلى خطة أمريكية بها ضمانات مؤكدة على وحدة الأراضي الفلسطينية. يحاول مجلس الامن انه يدعمها من خلال انه يطلع قرارات زي القرار 2735، انه يقول لابد من استمرار المفاوضات، بيطالب الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني وحماس بان هم يتعاونوا، بيطالبهم ان هم ولكن في نفس الوقت برضه بيقدم ضمانات، يقول صحيح لابد من الحفاظ على وحده غزه، ولابد من انه غزه والضفه يكونوا الاثنين تحت سيطره الدوله الفلسطينيه المستقله في اطار تنفيذ حل الدولتين.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم 51 بعد 200 مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا وبريا وبحريا على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة جنوب قطاع غزة. وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قذائف على منازل شمال غرب مخيم النصيرات ومنطقة المغرافة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى غالبيتهم من الأطفال. كما كثفت دبابات الاحتلال إطلاق نار كثيف من دباباته في المنطقة الغربية من مدينة رفح، بينما تواصل آليات جيش الاحتلال عملية التوغل في الأطراف الجنوبية الشرقية من حي الزيتون في مدينة غزة. في مدينة جنيف، قال تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 8000 طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة تم علاجهم من سوء التغذية الحاد وتوفي 28 منهم. وقال أدهانوم إن نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة الذي دمرته إسرائيل منذ 7 من أكتوبر الماضي تواجه مستوى كارثيا من نقص الغذاء والظروف القريبة من المجاعة. يستقبل معبر كرم أبو سالم ولا زال عددا من شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية، بالإضافة لمرور 8 شاحنات للسولار و4 للغاز. يأتي ذلك بالتزامن مع جهود دبلوماسية مصرية قطرية أمريكية مشتركة نحو عقد هدنة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من رفح الزميل محمد عبد الصبور مراسل النيل للأخبار. محمد، ماذا لديك من تفاصيل؟ تحياتي محمد، تحياتي ألا، تحياتي لمشاهدي قناتي الأخبار في كل مكان. بالفعل صباح اليوم ولا زال حتى هذه اللحظة دخل ما يقرب من 181 شاحنة مساعدات غذائية ودوائية وطبية، تم رفض 5 منهم، وأيضا تم دخول حوالي 8 شاحنات للسولار و4 شاحنات للغاز مقارنة بالأمس الذي لم يدخل من خلاله أي شاحنة، فيصبح هذا الرقم مرتفع نسبيا. هذا على صعيد الجهود الإغاثية والإنسانية، هذا فضلا عن تكدس آلاف الشاحنات في هذه المنطقة اللوجستية القريبة من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة في انتظار أن تدخل، ومثلهما تماما آلاف الشاحنات في منطقة العريش وفي المنطقة اللوجستية. وهذا يدلل على مدى التعنت الإسرائيلي نحو دخول أعداد بسيطة جدا لا تكفي بالاحتياجات الإنسانية. أيضا على صعيد العمليات العسكرية، هذه الطائرة الزنانة التي طول الوقت نسمع أصواتها، بدأنا الآن يعني مع طول الفترة التي قضيناها نستطيع أن نفرق بوضوح بين صوت الدبابات والمدفعية وصوت الطائرات المسيرة والزنانة، ونميز بين قذائف الهون على طول خط الحدودي مع مصر. هناك عمليات قصف جوي مستمرة وقصف مدفعي وقصف من الدبابات، لا سيما في منطقة غرب رفح تحديدا، حيث منطقة دوار الشبورة الذي تحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأثناء دخوله، و معارك شرسة بين حركة حماس باستخدام قذائف الهون والصواريخ الموجهة، حيث تم استهداف عدد من الدبابات الإسرائيلية في محاولة للدخول إلى وسط مدينة رفح. أيضا منطقة الساحلية في غرب رفح هي محل استهداف من القوات الاحتلال الإسرائيلي والزوارق الحربية، وأيضا شرق رفح على طول الخط الحدودي هناك دائما يعني عمليات عسكرية متشابكة. على حال الوضع الإنساني والصحي داخل رفح وداخل قطاع غزة يعني وضع يعني سيء جدا، وهناك مؤشرات ربما على خروج العديد من المستشفيات من الخدمه، وبالتالي تزايد اعداد وفيات من الجرحى والمصابين. اذا تحدثنا عن واحده من محطات الاكسجين الهامه التي توجد في المحافظه الوسطى في قطاع غزه مهدده ب يعني ان تخرج عن التشغيل او تخرج عن العمل نظرا للنقص الشديد في الوقود والسولار، فضلا ايضا عن تعرض عدد كبير عشرات ومئات الاطفال الى الموت نظرا للنقص الشديد في الغذاء وفي مياه الشرب النقيه، فضلا عن استهداف الاحتلال الاسرائيلي للبنايات السكنيه والبنيه التحتيه وايضا شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي، مما يدلل على ان يعني اسرائيل تمارس نوعا من الحصار الشديد وسياسه
تجويع الحصار ما بين القتل والتدمير والخراب وما بين سياسة التجويع على أهل قطاع غزة، ربما الأهداف سياسية يريدها نتنياهو وحكومته ذات التوجه اليميني المتطرف في محاولة للضغط على حركة حماس، لا سيما بعد أن ردت حركة حماس ولديها تحفظ في نقطتين رئيسيتين، إحداهما تتعلق بضرورة الانسحاب الكامل من قطاع غزة وسحب الآليات العسكرية ووقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار، وبالتالي هذا لا يرضي الجانب الإسرائيلي وفقا للخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي بايدن بناء على رغبة إسرائيلية. نعم محمد، شكرا جزيلا للزميل محمد عبد الصبور مراسل أمين للأخبار، كنت متحدثا إلينا من أمام معبر رفح. في العاصمة الأمريكية واشنطن، قالت سابرينا سينج المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن بلادها تطالب بخفض حدة التصعيد بين إسرائيل ولبنان. وأضافت سينج أن الولايات المتحدة لا تريد أن تشهد صراعا إقليميا أوسع نطاقا بمنطقة الشرق الأوسط. That distribution hasn't happened to my knowledge. I'd refer you to USAID and WFP to speak more to that. I know that they are. دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات بالجليل الأعلى شمالي إسرائيل للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة من جنوب لبنان. كانت جماعة حزب الله اللبنانية قد أطلقت أمس أكبر عدد من الصواريخ في يوم واحد على إسرائيل منذ اندلاع المواجهات عبر الحدود قبل 8 أشهر، وذلك في إطار ردها على غارة إسرائيلية أدت إلى مقتل قائد ميداني كبير في حزب الله. يجتمع قادة دول مجموعة السبع اليوم بمدينة بوليا الإيطالية لمحاولة الاتفاق على آلية تسمح باستخدام أصول روسية مجمدة، وذلك لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها. ومن المقرر أن يعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك خلال القمة عن مساعدة ثنائية جديدة لأوكرانيا تناهز قيمتها حوالي 242 مليون جنيه استرليني. كانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت اتفاقا في الماضي لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا، وهو مصدر قد يدر 2.5 إلى 3 مليارات يورو سنويا. في مكة المكرمة تستكمل اليوم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والسعودية استقبال باقي ضيوف خادم الحرمين الشريفين من دولة فلسطين والبالغ عددهم 2000 حاج وحاجة. كانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية قد استقبلت أمس طلائع ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من دولة فلسطين والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة. استقبلت عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة 14,250 حاجا مصريا لتقديم الخدمات العلاجية لهم. وتواصل عيادات البعثة الطبية المصرية بمكة والمدينة تقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة للحجاج المصريين. بهدف الاطمئنان والوقوف على الخدمه العلاجيه التي تقدم للحجاج المصريين بالمستشفيات السعوديه، قام وفد البعثه الطبيه المصريه برئاسه رئيس البعثه بجوله تفقديه لعدد من المستشفيات بمكه المكرمه ولقاء المسؤولين السعوديين بتلك المستشفيات للتنسيق ووضع خطط العلاج والاطمئنان على الوضع الصحي لدى الحجاج. كما تضمنت الجولة المرور على المرضى من الحجاج المصريين المحتجزين بغرفهم بتلك المستشفيات لدعمهم نفسيا والوقوف على الخدمة العلاجية المقدمة لهم. ما تقلقش، الأمور هتبقى كويسة وإن شاء الله تكون موجود معنا في عرفات بإذن الله. إن شاء الله يا حاج. ألف سلامة عليك، شفاك الله وعافاك، ألف سلامة. تؤمر بأي حاجة؟ ألف سلامة يا حاج. كل الناس دي جاية تطمن عليك. الله يحفظهم يا رب ويبارك فيك. ربنا يبارك فيك. إن شاء الله ما يكونش في أي تقصير حصل معاك مننا خالص. لا كل خير والله. ألف سلامة عليك. الحمد لله رب العالمين. إيه رأيك في الخدمة يا حاج بقى؟ المستشفى هنا عاملة الواجب وزيادة الحقيقة. الخدمة ما شاء الله، يعني ربنا يبارك إن شاء الله. ربنا يعزك. الحمد لله المرضى المصريين بكل خير في أيدٍ أمينة، يتم العلاج ويتم التشخيص بسرعة وبيسر، كل الخدمات مقدمة موفاة
وشعار خدمة الحقيق شرف لنا ده مش شعار، يعني ده واقع موجود ولمسناه في كل خطوة خطناها في هذه المستشفى. كل الحجاج بصحة جيدة، بيتم عمل الإجراءات الصحية ليهم، التشخيص تم على أكمل وجه، العلاج يسير بصورة جيدة جدا، زملائنا في المستشفى مش مقصرين، يعني شكرا للدعم والمساندة من الصحة السعودية ومن. كما حرصت البعثة الطبية المصرية على التنسيق في كيفية تفويج المرضى من الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات لمشعر عرفات لتمكينهم من أداء الفريضة من خلال الحملات والقوافل الطبية التي تقوم بها تلك المستشفيات بالتنسيق مع البعثات الطبية والهلال الأحمر السعودي. الفكرة الرئيسية هي تجهيز الحاج لأنه يكون ريدي بإذن الله أنه قبل يوم 9 يكون ديسشارج وأكمل كل الخطة العلاجية والخدمة العلاجية اللي احنا هنقدم له هي، والحجاج اللي لم نستطع انه نحن نرسلهم مع للبعثات في قافله متكامله، قافله للحج، القافله هذه حتكون قافله مجهزه، حتكون باسعافات وحتكون بسيارات للحجاج سواء الماشي او الحاج اللي يكون على سرير او على كرسي متحرك، وننقله الى مشاعر عرفه ويتم حجه بأكمل صورة بحول الله تعالى. وفي احتفالية أعدتها وزارة الصحة السعودية تم اختيار مصر لإلقاء كلمة وفود البعثات الطبية للدول الإسلامية وتكريم تلك البعثات لدورهم المهم في توفير الخدمة العلاجية الملائمة لضيوف الرحمن. تقدم المملكة العربية السعودية خدمات صحية استثنائية تجسد التزام المملكة بالرأس بتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية لضيوف الرحمن وضمان راحتهم وأمانهم وأمنهم الصحي خلال الرحلات المروحية، وتمثل نموذجا يهتدى به للعالم. خدمات تشخيصية وعلاجية تقدم على مدار الساعة من قبل السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية، فالكل في صراع مع الزمن لتهيئة الأجواء الروحانية لضيوف الرحمن، فالكل يعمل تحت شعار خدمة الحقيق شرف لنا. محمد حلمي، أني للأخبار. والآن مع هذه الإطلالة الاقتصادية، حيث أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عدة وزارات وجهات حكومية قامت بالفعل بسداد ما عليها من ديون ومستحقات لوزارة البترول وعلى رأسها وزارة الطيران المدني، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة بذل أقصى الجهود لوقف الوصلات الخلسة وتحصيل الفواتير المستحقة. جاء ذلك خلال ترأس مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف سداد مستحقات الشركات القابضة لكهرباء مصر لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بهدف سداد جميع المستحقات، خاصة أن الفترة السابقة شهدت عدة اجتماعات للعمل على سداد مستحقات وزارة البترول. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ أكثر من 150 طن من اللحوم السودانية والجيبوتية الطازجة بمجمعاتها الاستهلاكية، ونصيب كل مجمع منها 2 طن يوميا. ويأتي هذا وسط ضخ كميات كبيرة من اللحوم المبردة والخراف الحية والضاني أيضا لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا على الهواء مباشرة مراسل النيل للأخبار رمضان الشحات. رمضان، بعد التحية حدثنا عن التفاصيل لديك حول الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. يعني بالطبع عندما نتحدث عن استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك، فإننا نتحدث عن استعدادات تمت قبل حلول عيد الأضحى المبارك بشهور. نحن نتحدث عن قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية باستيراد ما يصل إلى 20,000 رأس ماشية حية سواء كانت من السودان أو جيبوتي، يتم ذبحها بالمجازر المصرية سواء كانت بمجزر توشكا أو بمجزر سفاجة. هذه اللحوم تأتي بعد ذلك عبر سيارات مبردة إلى مجزر البساتين بالقاهرة ليتم توزيعها على حوالي 1350 مجمع استهلاكي بمحافظات الجمهورية. نصيب كل مجمع من هذه المجمعات يصل إلى حوالي 2 طن. هذه اللحوم هي لحوم سوداني طازجة
تسبح بمجزر توشكا بمحافظة أسوان، تأتي إلى المجمعات الاستهلاكية ليتم بيعها للمواطنين بتخفيضات تصل إلى حوالي 30%. إن نظرت إلى السعر فإن سعر هذه اللحوم الطازجة حوالي 285 جنيه للكيلو. الوزارة أيضا تتحدث عن ضخ حوالي 1000 طن من اللحوم الهندي المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية، سعر الكيلو فيها يصل إلى حوالي 220 جنيه بالنسبة للكيلو، إضافة إلى ضخ ما يصل إلى حوالي 180 ألف طن من السكر وحوالي 60 ألف طن من زيوت الطعام وحوالي 20 ألف طن من المقرونة و15 ألف طن من الأرز. نحن نتحدث عن أريحية كبيرة سواء في شبكة التوزيع التي تتنوع ما بين المجمعات الاستهلاكية التي يصل عددها إلى حوالي 1350 مجمع، إضافة إلى أكثر من 250 سيارة متنقلة تابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إضافة إلى سيارات القوات المسلحة وسيارات وزارة الداخلية ومنافذ أمان. هناك إنشاء 26 شادر أيضا لبيع الخراف الحية، سعر الكيلو القائم منها يصل إلى حوالي 220 جنيه بالنسبة للكيلو. هذه الشوادر تنتشر بمحافظات أو بعواصم المحافظات بحد بالأحرى، إضافة إلى فتح 2 مخزن جملة لصرف السلع التموينية للمواطنين. هناك شعار رفعته وزارة التموين والتجارة الداخلية بحسب البيانات الرسمية التي تصدر من المتحدث الرسمي للوزارة أن وزارة التموين بلا أجازات. هناك غرف عمليات مركزية سواء كانت بوزارة التموين أو بالشركة القابضة للصناعات الغذائية أو بمدير مديريات التموين، هدفهم الأساسي هو المرور الدائم على المخابز والمجمعات الاستهلاكية التي تفتح أبوابها للمواطنين من يوم الوقفة حتى ثالث أيام العيد. إليك. نعم، رمضان الشحات مراسل قناة النيل للأخبار، كنت معنا على الهواء مباشرة متحدثا عن استعدادات وزارة التموين لعيد الأضحى المبارك، شكرا جزيلا لك. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات جلسة اليوم آخر جلسات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، بينما مالت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع. وسجل رأس المال السوقي لشركات المقيدة بالبورصة مستوى 1.782 تريليون مليار جنيه وسط تداولات كلية بلغت نحو 5 مليارات و100 مليون جنيه. ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة إيجيكس 30 بنسبة 82%، وصعد مؤشر الشريعة إيجيكس 33 بنسبة 71%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيكس 70 بنسبة 62%، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا الذي ارتفع بنسبة 64%. أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الأربعاء أبقى على معدل فائدة من دون تغيير ما بين 5.25% و 5.5%، لافتا إلى أن مسؤوليه يدرسون خفض هذا المعدل لمرة واحدة هذا العام. وراجعت لجنة السياسة النقدية في المجلس توقعاتها لنمو العامي 2024-2025 إلى 2.6% و 2.3% على التوالي، مشيرة إلى تقدم إضافي متوقع مع اقتراب معدل التضخم من الهدف البالغ 2% على نحو أبطأ من المتوقع. إلى أسواق النفط العالمية، حيث تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم مع استيعاب المستثمرين بقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي عدم أو على سعر الفائدة في المستقبل القريب، في حين ألقت زيادة مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بظلالها على السوق. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 82 دولارا و23 سنتا للبرميل، فيما هبطت العقود الآجلة لخام غاد تكساس الوسيط الأمريكية 34 سنتا أو ما يعادل 0.4% إلى 78 دولارا و16 سنتا. ونتحول إلى أسعار العملات، حيث وصلت عملات رئيسية مكاسبها لليوم مقابل الدولار الذي تضرر بفعل بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع باستثناء الين الذي سجل تراجعا قبل اجتماع بنك اليابان. وتقدم اليورو 0.6% وتجاوز متوسطه المتحرك على مدى 200 يوم، فبلغ في أحدث تداولات
1.804 دولار، كما ارتفع الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.2798 دولار، فيما انخفض الين نحو 0.2%. وسجلت العملات مكاسب أكبر في أعقاب تقرير التضخم الأمريكي الذي أظهر استقرار أسعار المستهلكين على أساس شهري في مايو مقابل توقعات السوق بارتفاع 0.1%. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأهم العناوين. الرئيس السيسي يؤكد أهمية دور الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد في دفع جهود تيسير التعاملات بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية. مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض يقول إن إسرائيل تدعم اقتراح وقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه الوحشي على أنحاء قطاع غزة وإطلاق نار كثيف في المنطقة الغربية من مدينة رفح. انتهت نشرة الظهيرة، شكرا لكم. مزيد من التفاصيل عبر موقعنا الإلكتروني mail.eg. إلى اللقاء.